بالنسبة للأوضاع في الخرطوم، شهدت مناطق متفرقة من أمدرمان، اشتباكات واسعة في محيط معسكر الاحتياطي المركزي بجوار سوق أمدرمان، ومناطق من شارع الوادي وشارع الشنقيطي وشارع الأربعين والمناطق المجاورة لمحيط الإذاعة والتلفزيون. هذه الاشتباكات الجديد فيها أن القوات المسلحة عبر فرق العمل الخاص التابعة لمنطقة كري العسكرية ومنطقة سلاح المهندسين بدأت في الفعل عملية انفتاح واسعة وعملية تمشيط. أدت هذه العمليات لانحسار التواجد متمردي الدعم السريع في الأحياء القديمة في العمدة وحي العرب والمناطق المجاورة لسوق أمدرمان، كما أن هناك متغير مهم وحاسم في مجريات المعركة في أمدرمان هو انفتاح طريق إمداد بين منطقة كري العسكرية ومنطقة سلاح المهندسين لأول مرة منذ اندلاع هذا التمرد.